السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدمكم آخر تحديثات النماذج العالمية ابتداء من زوال اليوم والأيام القادمة بحول الله. فلا تنسوا دعمنا بلايك وشكرا لكم. بإذن الله سوف نقدم لكم هل هناك أي جديد في توقعات حالة الطقس بالمغرب ابتداء من زوال اليوم. بالنسبة لزوال اليوم بإذن الله فيتوقع بحول الله، ويحتمل أن تكون أجواء في الفترة المسائية مستقرة في معظم مناطق المملكة، مع احتمال دخول بعض التساقطات المطرية نسبيا ضعيفة والمتفرقة على تطوان والعرائش للاميمونة وزان شفشاون إيساقن استعلال تازي قرية بو محمد سيد سليمان مكناس الخميسات الروماني بن سليمان، ربما تصل بعض القطرات بالرشيد والقارة وكذلك الرباط، لكن تبقى أمطار ضعيفة ومتفرقة على العموم. بالنسبة للفترة المسائية فسوف تستمر بعض التساقطات المطرية على مرتفعات الريف، تبقى أمطار ضعيفة ومتفرقة بحول الله. بالنسبة كذلك اليوم الثلاثاء فيحتمل أن تكون أجواء مستقرة وسيطرة كذلك الضغط الجوي المرتفع تبلغ قيمته 1033 هكتو باسكال متواجد قرب المملكة وفي المحيط الأطلسي. بالنسبة كذلك اليوم أربعاء أجواء مستقرة إلى قلة السحب في معظم مناطق المملكة وسيطرة المرتفع الضغط الجوي على الأجواء. بالنسبة ليوم الجمعة والخميس كذلك ستكون أجواء صافية إلى قلة السحب. أما بالنسبة ليوم السبت كذلك بحول الله فيتوقع أن يبتعد هذا المرتفع تقريبا ويبتعد شيئا فشيئا بإذن الله. سوف تدخل بعض التساقطات المطرية لكن تبقى ضعيفة ومتفرقة على المرتفعات الأطلس الكبير، تكون ضعيفة نسبيا. أما بالنسبة كذلك ليوم الاثنين أجواء مستقرة في معظم مناطق المملكة، سيطرة الجو المرتفع الجوي الأزوري على الأجواء وستكون كذلك الأجواء نسبيا صافية إلى قلة السحب. بالنسبة ليوم الثلاثاء فستكون أجواء نسبيا غائمة على جنوب المملكة مع احتمال بعض التساقطات المطرية، تبقى نسبيا ضعيفة ومتفرقة على الأقاليم الجنوبية للمملكة.